رايز اب ان ابورك هو بوت كامب لمده 4 ايام، بالاساس هو بيركز على منصه ابورك بانه نتعلم كيف نكتب بروبوزلز، كيف نتعامل مع الكلاينتس، وفي حال حصلنا على جوبات كيف ممكن انه نحول التعامل مع الكلاينت هذا للونج تيرم كلاينت ويضلوا عندنا لمده اطول بعد. مشتركين المخيم هم عباره عن اشخاص عندهم حسابات على ابورك فعاله لكن ما بيجيبوا انكم، بالتالي في الاربع ايام هذول بيتعلموا كيف يكتبوا بروبوزلز، كيف يختاروا العملاء الصح ويعملوا نيغوشيشن وبالتالي يجيبوا انكم. تعلمنا خلال 4 ايام هاي كيف نختار الكلاينت يكون بيرفكت وما نختار تخصص بعيد عن تخصصنا ونكون كثير سبيشلايزد في تقديم البروبوزلز. حاليا بتواصل مع 2 كلاينتس ولقدام راح نتفق على جوبز بالمستقبل وكثير مبسوطه بهذا الانجاز. هذا المخيم بالنسبة للمشتركين هو محطة بداية معانا مش نهاية الطريق، بالعكس أبوابنا دائما مفتوحة لهم، بيقدروا يستفيدوا من النشاطات والوركشوبس اللي احنا بنعملها. صرت أقدر أكتب بروبوزل، صرت أقدر أقدم للناس، صرت أقدر أحكي مع الناس، صار عندي كثير حافز إني أكمل وإني أصل للي بدي إياه.